رد شعبي رسمي وطني على المسلسل الهابط المعروف باسم بيع راس الحكمه او مشروع راس الحكمه او استثمارات راس الحكمه كتبها يوما ما المهندس يحيى حسين عبد الهادي بشكل عام على بيع الاصول واخصصها في حلقه اليوم تعليقا وردا على مشهد سيء الذكر مع كفيله محمد بن زايد منذ ساعه تقريبا في منطقه راس الحكمه. برءاء منكم ومن بيوعاتكم نقولها مره تلو مره. اما وقد خلعت السلطه وريقه التوت التي كانت تداري بها تفريطها في راس الحكمه تحت مسميات كاذبه مخادعه، واعلنتها اليوم صريحه اخيرا انها بصدد تسليم راس الحكمه للامارات. يصبح من العبث مخاطبه البائع الفاقد للاهليه والمصداقيه، سيء الذكر، ولكن يجب اعلام واعلان كل من اشترى او يفكر في ان يشتري او تسلم راس الحكمه اننا كشعب مصر براء من هذه السلطه وكل بيعاتها ومن ثم اعلن انا المواطن المصري كل واحد يكتب اسمه لكل من يتعامل في صفقه راس الحكمه اعلانا نافيا للجهاله انني لم افوض احد أيًا كان لبيع حصتي في منطقة رأس الحكمة وأن الأوكازيون المقام ببجاحة على رأس الحكمة هو أقرب للتجارة في المسروقات منه الى البيوعات القانونيه السليمه، فهذه البيوعات باطله وفقا لكل القوانين المحليه والدوليه العادله، لانها ممن لا يملك لمن لا يستحق، كما انني لا علاقه لي بهذه الديون الذي التي تقتطعون من لحم الحي ولحم ابنائي واحفادي سدادا لها، وانما هي نتاج قرارات وافكار حكم فردي مطلق. واحتفظ بحقي في استرداد املاكي بمجرد زوال هذا البائع الجاثم على انفاس الملاك الحقيقيين فبيع راس الحكمه بلا توكيل التوكيل مزور يا ساده فليسمعها منا الشيخ محمد بن زايد الرئيس الاماراتي اللي بيحصل النهارده واللي حصل من ساعه احنا مش معترفين بيه احنا كشعب مصري مش معترفين بيه هنطالبك بحقنا فيه يوم أن يرحل سيء الذكر عن هذه السلطة الفاسدة الفاشلة المفرطة في أرض مصر فساعتها أنت أول واحد هنبدأ نحاسبه يا محمد يا بن زايد أنت وإخواتك وموظفين اللي عندك واللي يتشدد لك هنبدا نقول لك احنا الشعب المصري احنا ما بعناش راس الحكمه احنا ما سلمناش راس الحكمه روح دور على اللي خد منك ال 35 مليار وشوف بنا بيهم انه حمام فانه قصر لكن احنا ملناش علاقة بالمشاهد اللي هتشوفوها قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي سيء الذكر ومحمد بن زايد يشهدان إعلان مخطط رأس الحكمة وهذا ما قاله رئيس الإمارات عن المشروع الاثنين اتمشوا الحمد لله مع بعض وشاهدوا عرض شاهدوا عرض مرئي حول المشروع وأهدافه وفكرته العامة وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية كبيرة والرئيس الإماراتي وجه الشكر للفرق العاملة في المشروع من الجانب الإماراتي والجانب المصري وثمن المخطط الخاص به وأهدافه الطموحة أكد الشيخ محمد بن زايد أهمية المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وان مشروع راس الحكمه يمثل نموذجا للشراكه التنمويه البناءه بين البلدين وتمنى للقائمين على المشروع التوفيق والنجاح في تحقيق الاهداف المرجوه خلال السنوات المقبله بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين لن يعود هذا المشروع بالخير على الشعب المصري يا شيخ محمد لانه انتوا اشتريتوا الارض انتوا خدتوا خير البلد عشان كده البيع باطل يا فخامه الرئيس. البيع باطل صدقني ما حدش في الشعب المصري مقتنع بده. لا في برلمان الشعب انتخبه ولا في اعلام الشعب بيثق فيه بتكلم على مدينه الانتاج الاعلامي ولا في رئيس الشعب شايف انه بيمثله او بيدافع عن حقوقه ولا في حكومه بتحاول انها تشتغل لمصلحه الشعب. فهم في الاخر يا شيخ محمد مجموعه من الموظفين عندك. انت اللي بتصرف عليهم انت اللي بتاكلهم انت اللي بتشربهم انت اللي بتديهم المصروف انت اللي بتمنع عنهم المصروف انت اللي بتخليهم ياخدوا مواقف او يتراجعوا عن هذه المواقف وبالتالي دول مش بيمثلونا كشعب مصري فما تتكلمش على مصلحه الشعبين لانها مش موجوده انت بتتكلم على مصلحه النظام اللي انت مشغله النظام اللي انت بتصرف عليه حد يقول لي اسامه هو انت مش فرحان عشان راس الحكمه لا طبعا مش فرحان لأنه اللي حصل النهاردة لا يقل يعني مصيبة وفداحة عن تنازل سيء الذكر عن تيران وصنافير للسعودية أبدا أنت بتفقد أصول الدولة وأراضي الدولة وكنوز الدولة لمصلحة فتات الفتات بتلقيه الإمارات أو السعودية لسيء الذكر الشحات الذي ذهب بالبلاد إلى تقزيم قيمتها وأنها أصبحت صغيرة للغاية أمام أموال السعودية والإمارات وقطر والكويت وغيرها وبالتالي إحنا مش مبسوطين الشعب المصري مش شايف أن ده اللي حصل خير بشكل أو بآخر طيب الصورة بتاعة السيسي وبن زايد خلونا نشوفها مع بعض أهو السيسي واقف أهو مع محمد بن زايد الصورة دي بتفكر حضراتكم بحاجة خلوا الصورة على الشاشة وافتكروا معايا كده الصوره دي يوم 4 اكتوبر 2024. طب ايه اللي حصل يوم 15 مارس 2015؟ مش كان في مؤتمر اقتصادي؟ مش كده كان في مؤتمر اقتصادي في الوقت ده؟ او مارس ولا ابريل يا ريت الزملاء يفكروني، يا مارس يا ابريل 2015 كان المؤتمر الاقتصادي. في المؤتمر الاقتصادي كان في وقفه شبه دي. واقف فيها سيء الذكر برضه بدل محمد بن زايد كان محمد بن راشد وجنبهم كان الراجل اللي اسمه العبار بتاع الامارات كانوا بيتكلموا عن العاصمه الاداريه الجديده والسيسي قال له انا عايزها تخلص امتى قال له عشر سنين قال له عشر سنين ايه الكلام ده ما ينفعش قال له اؤمر قال له اؤمر امر امبارح انا عايزها امبارح لا لا الموضوع ده ما ينفعش معانا بالشكل ده في اللقطة اللي شبه دي بالظبط في 2015 أيام المؤتمر الاقتصادي كانت الإمارات في 15 مارس صحيح 2015 شكراً كانت الإمارات بتاعت سيء الذكر إنها جاية تعمل له العاصمة الإدارية الجديدة وبعدين سحبت لأنه ما التزمش بالموضوع ولقت القصة مش جايبة همها هل هنشاهد سيناريو المؤتمر الاقتصادي مرة تانية بنفس الطريقة الإمارات سحبت إيدها من العاصمة الإدارية وراح السيسي استلف من طوب الأرض وجاب الصين ودخل في ديون مخفية عشان يعملوا له العاصمة الإدارية لو في صور تانية عرضوها جماعة وهنا محمد بن زايد جايله عشان يعمل إيه عشان يمضي معاه القصة بتاعة رأس الحكمة فهل أنا برضو نفسي أعرف حاجة معلش يا جماعة يعني الراجل اللي قاعد بيكتب أهو ماشي قاعد بيكتب والراجل الإماراتي المفروض إنه كتب وخلص وورا في واحد واقف عادي واقفة عادية خالص حاطط إيد على إيد محمد بن زايد عادي واقف حاطط إيديه الاتنين يعني جنب بعض في مشهد بروتوكولي مش كده؟ هو عبد الفتاح السيسي ماله؟ يعني عبد الفتاح السيسي ماله؟ يعني إيه المنظر ده معلش؟ حد يقول لي كده؟ إيه المنظر ده؟ يعني ده إيه يا جماعة والله؟ وقفته دي إيه؟ يعني عارف انت في كل بيت في كل بيت في قرايه الفاتحه والخطوبه بيبقى في حاجه كده اسمها الصينيه اللي هي مامه العريس داخله بالصينيه اللي فيها بقى ايه الخاتم على غوشتين على مش عارف فالعروسه دايما بتبقى واقفه الوقفه دي واقفه خدودها محمره كده وباصه في الارض وبتضحك ومشبكه ايديها بتطقطق صوابعها بتفرك مش عارف واقفه متوتره فهو السيسي ماله يا جماعه بامانه والله بعيدا عن معارضه الراجل بعيدا عن الصفقه بعيدا عن اي حاجه هو واقف كده ليه هو عامل كده ليه هو ماله هو تعبان في حاجه وجعاه في حاجه مش فاهم يعني هما جايين يخطبوا له ولا جايين يعملوا راس الحكمه انا فعلا والله هذه المشاهد لم نرها في التاريخ الا مع هذا القزم مع هذا المسخ يعني دي وقفة واحد فرحان ولا واحد مكسوف ولا واحد بيتخطب ولا بيخطب ولا واحد ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه, ده؟ إيه المن... من الناس كلها في الصورة طبيعيين طبيعيين جدا، كل اللي في الصورة طبيعيين. ما عدا شخص واحد مش طبيعي. الصورة نفسها مش طبيعية، الصورة نفسها وبالمناسبة احنا كمان شوية هنستعرض صور زي دي وهنتكلم على تفاصيل الصور اللي اللي زي دي. طيب انا عايز بس اقول لحضراتكم على حاجه خلاص يا جماعه شيلوا الصور مقدمه الحلقه النهارده واحنا بنتكلم على ان احنا رافضين هذه البيوعات وهذه الصفقه انا بدعو كل الناس اللي بتتفرج عليها النهارده اكتبوا على هاشتاج التوكيل مزور يعني ايه التوكيل مزور يعني احنا ما وكلناش حد الامارات لازم تفهم إنه التوكيل اللي اشترت بيه النهارده من السيسي مزور، الشعب المصري لم يوقع على هذا التوكيل ولم يفوض لا سيء الذكر ولا مصطفى مدبولي ولا البرلمان. وبالتالي التوكيل مزور، صفقة رأس الحكمة باطلة، بيع رأس الحكمة باطل، الزملاء بقى على فريق السوشيال ميديا يختاروا الهاشتاج اللي هم عايزينه، لكن الناس تكتب إنها بريئة من هذه الصفقة. لازم صوتكم النهارده يعلى. عشان الزخم والهيصه الله هيقعدوا يعملوها ايوه انتوا بعتوا راس الحكمه، انتوا النهارده ما عملتوش استثمارات، انتوا بتبيعوا حته من دمنا، حته من ارضنا ومحدش قال لكم تعملوا ده او اداكم توكيل. طيب احنا وصلنا ازاي للمشهد بتاع بيع راس الحكمه النهارده او التوقيع على المشروع اللي سيء الذكر ومحمد بن زايد بيعملوه، الحقيقه كان في رحله طويله بدات من فتره باجراءات حكوميه ووصلت امبارح لزياره العمل بتاعه محمد بن زايد والحفله اللي حضرها والنهارده التوقيع على بدايه المشروع تعال نشوف احنا وصلنا للمرحله دي ازاي 15 اغسطس 2024 مصطفى مدبولي يزور مدينه راس الحكمه لمتابعه عمليات اخلاء راس الحكمه واثناء لقائي بعدد من الاهالي قال ان المشروع هيكون مصدر خير لكل المنطقه ولمصر باكملها. 10 سبتمبر مدبوري عقد اجتماع لبحث اجراءات تسليم المرحله الاولى من ارض راس الحكمه للشركه الاماراتيه وتعويضات الاهالي اكد انه يتابع بصوره يوميه مع محافظ مطروح مستجدات الموقف في مدينه راس الحكمه للعمل على سرعه التسليم او تسليم الارض للشركه الاماراتيه. عايزين نهجر الناس بسرعه يا جماعه عشان الامارات تستلم. 14/9 وزير الاسكان المصري شريف الشربيني اعلن تسليم اراضي راس الحكمه طبقا للتعاقد بدايه شهر اكتوبر اللي احنا فيه. 22/9 مصطفى مدبولي وجه بسرعه تسليم اراضي المرحله الاولى من المشروع للشريك الاماراتي، بسرعه يا جماعه احنا عايزين الراجل يجي. 27/9 وزير النقل، وزير الصناعة، نائب رئيس الوزراء، السيد كامل الوزراء يلتقي بعدد من أهل رأس الحكمة لإنهاء ملف تسليم الأرض للشركة الإماراتية. وشدد كامل الوزراء على ضرورة إخلاء جميع الأراضي والمنازل في المرحلة الأولى للمشروع. وبالتالي وصلنا ليوم لي 2 أكتوبر رئيس اتحاد القبائل العربية إبراهيم العرجاني وهنتكلم عن الزيارة بتاعته ليه بالتفصيل. راح والتقى بمشايخ واهالي المنطقه هناك مع رأي نائب رئيس شركه اي دي كيو ابو ظبي القبضه اللي هي اشترت راس الحكمه جاسم الزعابي والعرجاني ياكد لهم ان هم هيكون لهم نصيب من المشروع وبعد كده محمد بن زايد وصل امبارح القاهره حضر الحفله وبعدين وصل النهارده راس الحكمه وخلصوا المشروع كان الهدف واضح لنظام سيء الذكر فض الارض بسرعة عشان محمد بن زايد جاي فض الارض بسرعة عشان نخلص نسلمهم ونستلم الفلوس عشان الجماعة في الامارات ما بيهزروش يعني ما يزعلوش مننا طيب النايب فايز ابو حرب اتكلم عن لقاء ابراهيم العرجاني باهالي راس الحكمة وقال مجموعة من التصريحات تعال نشوف قليل في لقاء تاريخي اليوم برأس الحكمه اجتمع الشيخ ابراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل بأهالي وشباب وعمد منطقه رأس الحكمه بمحافظه مرسى مطروح مع الاشقاء الاماراتيين برئاسه الوزير جاسم الزعابي في جو سادته المحبه والكرم وحسن الاستقبال اكد جميع الحضور ان الشيخ العرجاني له كل الشكر والمحبه والتقدير لما يقوم به في مصلحة أبناء المنطقة والوطن وأنه هو بيذلل كافة الأمور لإقامة هذا الصرح العظيم اللي بيعود بالخير والتنمية والنماء على الجميع ويعتبر إضافة قوية يعني فاصل من التطبيل مش لازم نقراه كله وأكدوا على المحبة برئاسة سيء الذكر وأخوه الشيخ محمد بن زايد طيب عندنا صورة لزيارة العرجاني حاج إبراهيم قاعد زي الوحش في وسط الناس حاج إبراهيم أهو قاعد منور وجنبه السيد الزعابي وقاعد بيقنع الناس ان الموضوع ده لمصلحتهم وان هو جاي عشانهم او الحاج ابراهيم اهو قاعد والراجل الزعابي بيبص له يعني باعجاب شديد جدا والعرجاني هنقول بالتفاصيل قال ايه في القعده دي يعني شايف الصوره دي وقف وقف الصوره دي هنقول بالتفصيل العرجاني كان بيقول ايه في الصوره دي قال ايه نصا للناس على لسان بعض الناس اللي كانوا حاضرين اتكلموا مع مصادر صحفيه. فابراهيم العرجاني في القعده دي كان رايح بصفته وكيل عن الامارات. رايح بيخلص مصلحه الامارات يا جماعه. ودي نقطه مهمه. يعني هفكر حضراتكم ببعض المعلومات المهمه عن ابو عصام كمان شويه. خلينا نروح لمجموعه فيديوهات لهذه الزياره العرجانيه الاماراتيه لراس الحكمه المصريه. طيب دي كانت مجموعة من المشاهد للزيارة العرجانية، إبراهيم العرجاني الحقيقة راح راس الحكمة، وقبل ما أقول لحضرتك العرجاني راح راس الحكمة يعمل إيه وقال إيه، لازم نفتكر مع بعض شوية معلومات عن إبراهيم العرجاني والإمارات، عشان تقدر حضرتك تستوعب معايا هو الراجل ده إشمعنى هو دوناً عن الخلق كلهم في مصر اللي راح يخلص مع نائب رئيس مجلس اداره ابو ظبي القابضه اي كيو اللي هي اشترت راس الحكم ابراهيم العرجاني يا عزيزي من سنين طويله وله علاقه وثيقه بدوله الامارات على كافه الاصعده والمستويات على سبيل المثال بعد 2021 بعد معركه سيف القدس والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه نشط ابراهيم العرجاني كثيرا عبر شركته ابناء سيناء في قصه اعمار غزه. وكان كل الاسمنت وكل الحاجات اللي بتعدي من المعبر هناك معبر رفح لا تتم الا عن طريق شركات ابراهيم العرجاني. ثم تطور التعاون بين العرجاني والامارات في مجال القوافل الاغاثيه والمساعدات الاماراتيه عن طريق الهلال الاحمر الاماراتي وهيئة الإغاثة الإماراتية اللي كانت بتدخل غزة عن طريق ابراهيم العرجاني، والكلام ده منشور على موقع العرجاني جروب وفي بند التعاون ما بين شركة أبناء سيناء وما بين المؤسسات الإغاثية الإماراتية، بالمناسبة ودي ما اقدرش أقول لك إنها معلومة إن العرجاني متورط فيها، لكن في الفترة دي أسامة حمدان القيادي في حماس قال إنه الهيئات الإغاثية الإماراتية تورطت في انها تدخل جواسيس مخابرات اماراتيين في هيئه لجنه الاغاثه الاماراتيه عشان يعرفوا اماكن منصات اطلاق الصواريخ التابعه لكتائب القسام. اللي كان بيدخل الناس دي من المعبر كان ابراهيم العرجاني. على موقعه كاتب كده انه في تعاون وثيق مع الهيئه الاغاثيه الاماراتيه. هل العرجاني كان عارف ان دول جواسيس؟ هل العرجاني شارك في هذه العمليه؟ الله اعلم، انا ما اعرفش، لكن انا بقول لحضرتك العلاقه ما بينهم. بعد كده ابراهيم العرجاني نقل جزء من ابناء سيناء للامارات وله فرع مسجل في دوله الامارات في اماره دبي والعرجاني بيشتغل هناك وعامل شغل عظيم جدا جدا بعد كده راح العرجاني شارك الامارات في ليبيا مع بالقاسم خليفه حفتر مع شركه جلوبال كونتراكتنج او كونستراكتنج وعمل معاهم شغل هناك كبير جدا في موضوع الجسور بعد اعصار درنا وتعاقد مع صندوق إعمار درنا ومع بالقاسم خليفة حفتر بعد كده إبراهيم العرجاني لم يتوقف بل جاله واحد من شركة طاقة الإماراتية اللي رئيس مجلس إدارتها محمد السويدي اللي هو وزير الاستثمار الإماراتي الحالي اللي هو وصل مع محمد بن زايد امبارح وخد بعته مع ابنه عصام في سينا عشان يشوف محطات الكهرباء ويتكلم على مشروعات غاز وطاقة في سينا بعدها باسبوع او اسبوعين وصل وفد من شركه مبادله للطاقه الاماراتيه اللي كان مسؤول عنها محمد السويدي وزير الاستثمار برضه عشان يعملوا لقاءات مع وزير البترول المصري في مجال استثمارات الطاقه الاماراتيه ابراهيم العرجاني شريك الامارات في مشروع استادات النادي الاهلي عن طريق تحالف يضم 16 شركه منها شركات مملوكه لصندوق الثروه السيادي الاماراتي والنهارده ابراهيم العرجاني هو وسيط ابو ظبي القابضه عشان يروح راس الحكمه ويذلل لهم الطريق ويقول للقبائل في مطروح ان القبائل دي بتاعتي انا. ايه كواليس اجتماع العرجاني مع قبائل مطروح تمهيدا لوصول محمد بن زايد؟ وتسليم رأس الحكمة للإمارات تعالوا نشوف مع بعض إبراهيم العرجاني هو وجاسم الزعابي زاروا مشايخ وأهالي المنطقة ووعدهم العرجاني أنه هيكون لهم نصيب من العمل في المشروع العرجاني وعد أهالي رأس الحكمة أنه هيعمل توسعة في المناطق البديلة اللي هينتقلوا ليها فهيعوضهم بأماكن تانية يروحوها وكمان اتكلم معاهم في الاجتماع انه بعض شركاته هتتولى مشروع راس الحكمه وان في توجيهات رئاسيه بده وانه الاهالي هيكون لهم نصيب من العمل في شركاته اللي هتشتغل مع الامارات في مشروع راس الحكمه وقال لهم عباره بالنص كده في الاجتماع قال لهم القبائل دي بتاعتي انا انا هتفاهم مع العرب لانهم اهلي وناسي وهنعرف نتفاهم مع بعض واحد من الاهالي الحاضرين الاجتماع هو اللي نشر الكلام ده وقاله. فانت بتتكلم على ايه هنا؟ على انه شركات العرجاني هتشتغل في راس الحكمه اللي الامارات اشترتها بتوجيهات من سيء الذكر. وهنا السؤال يا جماعه الراجل ده ولاؤه هيصبح لمين؟ الراجل ده انتمائه هيصبح لمين؟ الراجل ده هيكون وكيل الامارات في راس الحكمه. شركاته هتشتغل مع الامارات في راس الحكمه باماره ايه طيب الامارات هي اللي بتقبضه الامارات هي اللي بتدي له الفلوس الامارات ممكن تشتريه في وقت من الاوقات هذا الكم من النفوذ الاماراتي على ابراهيم العرجاني والشركات في اماكن مختلفه وفي بلدان مختلفه هو امر خطر على الامن القومي المصري لأن الراجل ده صاحب ميليشيا وصاحب ظهير قبلي ومعاه سلاح ومعاه اعلام بيطبل له ففي لحظة ما يمكن أن يتحول إما لبرجوزين روسيا فاجنر أو لحمتي السودان فللمرة الألف هنحذر من تقارب العرجاني مع دولة إقليمية لها نفوذ مالي كبير وسياسي أكبر فخلي بالكم يا جماعة اللي بيحصل ما بين العرجاني والإمارات خطر على الأمن القومي الرجل الإماراتي اللي حضر الاجتماع قال لأهالي مطروح كلمة مهمة جدا قال لهم ايه خلاص خلصنا العرجان يا جماعة مسؤول الاماراتي جاسم الزعابي قال للشباب في راس الحكمة انه احنا جايين نشتغل ونعمر البلد كان في تجهيزات كبيرة جدا في المنطقة في هذا التوقيت لكن قبل زيارة العرجاني والراجل الإماراتي وقبل توقيع الاتفاقيات النهاردة والتسليم الرسمي الحقيقة انه كامل الوزراء راح رأس الحكمة يوم 27 تسعة اللي فات والتقاهم امام مسجد الكيلو سبعة برأس الحكمة مع بعض الاهالي بعض الاهالي كانوا رافضين اخلاء المنازل لكن كامل الوزراء قال لهم ان انا عملت لكم شمس الحكمة الجديدة ابنه فيها وقال انه لازم يا جماعة تخلوا المنازل دي سريعا جداً احد الاهالي قال ان كامل الوزراء كان بيتكلم معاهم بلهجه اهدى واتكلم مع الناس كلام حلو ما شتمش حد ما كانش بيشخط ما قالش اي حاجه المره دي قال لهم انا منكو جاي بطيارتي مخصوص عشانكو ووعدهم ان هو هيزود قيمه التعويضات السؤال اللي بنساله هنا هل دوله الامارات دفعة لسيء الذكر فلوس كويسه يديها للناس كتعويضات اتكلمنا عن الموضوع ده على فكره بالمناسبه في اخر كلام من كذا اسبوع وعملنا مقارنه ما بين التاخر في تعويضات ناس هجروهم من بيوتهم من اربع سنين وما بين موضوع اهالي راس الحكمه اللي هم بيحاولوا يعوضوهم بسرعه جدا وبيحاولوا يدوهم الفلوس بسرعه جدا ليه لان الامارات اللي دفعة. لكن باقي الاماكن اللي في مصر اللي متهجرين منها محدش مقرب لها ولا بيعمل فيها اي حاجه خلاصه القصه السيسي النهاردة بيبيع رأس الحكمة رسمي وأنا بفكر حضراتكم مرة تانية اكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي انه البيع باطل بيع راس الحكمه باطل وان التوكيل مزور وقولوا عباره المهندس يحيى حسين عبد الهادي فك الله اسره انه براء او أبراء منكم ومن بيوعاتكم الإعلام الإماراتي من امبارح بيحتفي جدا بزيارة بن زايد لمصر والاستقبال السيساوي لمحمد بن زايد. نورت الدنيا يا أبو خالد. ده موقع العين الإماراتي. مصر تحتفي بزيارة الشيخ محمد بن زايد. قالوا إن كان في حفاوة وترحيب استثنائي. على الصعيد الرسمي والشعبي الحقيقه ان مفيش حفاوه ولا ترحيب على الصعيد الشعبي. الشعب المصري كان بيحب الشيخ زايد بس ما اعتقدش انه بيحب الشيخ محمد. السيسي ورجالته بيحبوا الشيخ محمد. مواقع التواصل الاجتماعي فاضت بالهاشتاجات الترحيبيه ايوه زي ايه؟ نورت الدنيا يا ابو خالد الامارات مصر محمد بن زايد الامارات تحب مصر. واتكلموا ان مصر تزينت سمائها بصور مؤسس الامارات الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد وسيء الذكر وبعدين اتكلموا على الكلمة اللزجة جدا اللي قالها السيسي لبن زايد امبارح لما قال له اخي الحبيب والصديق الحبيب كل الشكر على وجودك معنا ربنا يحفظك ويحفظ بلادنا من كل شر وسوء ودايما مع بعض في الخير ان شاء الله وحسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة ولله يا محسنين لله ده طبعا الجزء المحذوف من كلمه السيسي امبارح ان هو بيشحت. طيب الشيخ محمد بن زايد بيقول التقرير انه يعني حمل لمصر اهميه خاصه للمكانه الخاصه لمصر وحبه المتواصل لها واتكلموا على العلاقات القويه من 2000 و من 2013 طيب عندنا بعض الملاحظات السريعة على الزيارة دي الحقيقة من امبارح مواقع التواصل الاجتماعي كتبت عنها في قصة الترحيب المبالغ فيه التقليل من شأن مصر والصور المريبة اللي بيظهر فيها عبد الفتاح السيسي مع محمد بن زايد تعالوا نشوف السيسي تجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية وعظم بن زايد على حساب مصر والمصريين كان في امبارح الحقيقه ظهور متكرر لصور محمد بن زايد اول صوره اللي طلعت في الشاشه الكبيره جوه الاكاديميه العسكريه واللي اتكلمنا عنها امبارح وبعدين قالوا لا ده مش كفايه الحقيقه يمكن الراجل يزود الفلوس شويه فطلعوا له صوره بباراشوت ولا بالعلم ولا باي حاجه عشان تطير لفوق فيها برضه صوره محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي السيسي رحب ببن زايد بشكل مبالغ فيه جدا في بداية الحفل لما مسك المايك وقعد يقول له يعني كتر خيرك و يعني انت راجل جميل واحنا بنحبك والكلام ده كله برضه بنفس الطريقه الغريبه في الكلام يعني انا مش عارف هل في فيديو في صوت ولا لا رئيس دوله الامارات العربيه الشقيقه اسمح لي ان انا ارحب بيك وبالوفد المرافق ليك واسمح لي ان انا اشكرك على انك اصريت انك تكون موجود معانا النهارده انا عارف المشاغل الكثيره اللي موجوده لفخامتك ولكن وجودك معانا شرف كبير قوي لينا وحاجه دايما تسعدنا فاسمح لي كل الشكر ليك يا شيخ محمد متشكر جدا على وجودك معانا وربنا يحفظك طيب يعني قبل ما نكمل بس في صوره بن زايد اللي مطلعينه شبه الشيطان في السماء كده. ليه؟ يعني هو الراجل جالك وبتحتفل انت بانتصار اكتوبر فاوكي خلاص هترحب بيه، برحب بالشيخ محمد الرئيس الاماراتي وخلاص. وهو المفترض يتكلم عن متانه العلاقات الثنائيه يتكلم عن الدور الخليجي المهم في حرب اكتوبر سواء الملك فيصل في السعوديه اللي انتم ما جبتوش سيرته امبارح خالص وانا خايف بصراحه السعوديه تزعل ويتكلم عن دور الشيخ زايد وانه البترول الدم العربي اغلى من البترول العربي الكلمه التاريخيه اللي قالها الشيخ زايد في 73 وانه الامارات والسعوديه ودول عربيه كثيره وقفت مع مصر في حرب اكتوبر ويبقى الكلام عن حرب اكتوبر ويبقى الكلام عن الانتصار المصري العظيم وعن الموقف العربي المشترك لكن طبعا اللي الشيخ زايد عمله ابنه مش هيعمله لان ابنه زي ما قلت لك يعني هو بالبيجامات مطبع مع اسرائيل على قولة حذاء الانظمه ان احنا رجعنا اسرائيل بالبيجامات فمحمد بن زايد لا يفرق معاه حرب اكتوبر ولا انتصار اكتوبر ولا عايز يفتكره اصلا لانه هو مطبع مع اسرائيل بشكل كامل طيب فانا مش فاهم فكره التذلل قوي لمحمد بن زايد والله خليك واحنا متشكرين جدا ومشاغلك وكتر خيرك وشرفتنا والله يا بيه برضه تحسها ايه علاقة نسايب مش طايقين بعض يعني انا اسف والله اللي هو واحد رايح بيت نسايبه وهم اصلا لا طايقينه ولا هو طايقهم فبيكون في نوع من الانواع اللي هي الطريقه في حد كده انا مش عارف ايه وكتر خيرك وحبيبي وكل سنه وانت طيب الله يخليك الراجل عايز يمشي يعني يعني الراجل وهو فعلا قام مشي من كم التلزيق اللي كان موجود فالقصه بتاعت امبارح بتاعت الكلام بالطريقه دي كانت غريبه جدا دي نقطه النقطه الثانيه قبل ما ارجع للاحتفاء بمحمد بن زايد برضه في موضوع 6 اكتوبر والحرب يعني. محمد بن زايد مطبع مع الامارات. عبد الفتاح السيسي المفترض أنه هو عامل الاحتفاليه دي وفقا لاعلامه واعلام المتحده والمخابرات عشان يوجه رساله لاسرائيل. طيب امبارح الحفله قعدت تقريبا اربع ساعات ونص. ما اتقالش فيها كلمه اسرائيل مره. مره. اقصى حاجه قالوها العدو. ومش هو هو ما بيستخدمش كلمة العدو بيتكلم على الانتصارات كويس قوات المسلحة العظيمة اللي انتصرت على مين يا بيه ما مش عارف وقد أبهرنا العالم بانتصارنا على مين يا أستاذ مش عارف طب احنا يعني كنا في 6 اكتوبر دي كنا بنلعب جون مشترك يعني الفريق الثاني ما جاش فوقفنا واحد مننا جون ولعبنا ثلاثه قصاد ثلاثه مثلا <applause> يعني هل كان الجون مشترك بجد؟ كنا بنلعب لوحدنا ما كانش في حد قصادنا الفريق الثاني ما جاش؟ كان مين العدو؟ انتصرنا على مين؟ عدينا مين؟ عبرنا ايه؟ عشان نواجه مين في الاخر؟ ها؟ لا مش هنقول احسن الشيخ محمد يزعل. ما هو خلي بالك السيسي امبارح مش قادر يقول دي مش عشان بس اسرائيل هو عمره ما قال عليها عدو ولا جاب سيرتها في خطاب انتصارات اكتوبر ابدا ولا مره. لكن عشان الشيخ محمد نفسه ما يزعلش ده رايح راس الحكمه النهارده يا بيه الهي ربنا يسترك. يعني انت يرضيك يقطعوا عنه المصروف بصراحه ما يرضينيش أو انا يرضيني عادي ف... فكان لازم امبارح المشهد يبقى بالشكل ده عشان راس الحكمه النهارده عرفت حضرتك امبارح وانا بتكلم قلت لحضراتكم ايه يمكن يكون جاي عشان راس الحكمه عشان رصت الوزراء بتوعه فجاي يستلم حاجته يمكن جاي يكلمه عن السودان يمكن جاي يكلمه لو ضربه اسرائيليه لايران ان الطيران الاسرائيلي هيعدي من الاجواء المصريه ويمكن ينزل ياخد بنزين يمكن جاي يكلموا عن اي حاجه تانية فطلع ان محمد بن زايد جاي وجايب الرابطه اللي معاه دي كلها لجنه المرور اللي قلت لحضراتكم عليها عشان يستلموا حاجتهم من وجهه نظر السيسي اللي هي راس الحكم لكن كمان السيسي مش بس اتكلم معاه بالطريقه اللي فيها ذل جامد ويعني تقزيم لمصر لكن موضوع الصور بقى تعالوا نشوف طلعوا صوره محمد بن زايد في السماء بالشكل الغريب ده يعني هو الراجل مش عارف والله انا هسيب لحضراتكم التعليق بس يبقى بأمانة الصوره ما كانتش ما كانتش احسن حاجه يعني بعدين كان في حضور دائم لمحمد بن زايد في مناسبات شبه كده بشكل على يعني مستمر كان دايما محمد بن زايد بيحضر في حاجات زي دي في مناسبات عسكرية واحتفالات قواعد عسكرية لكن برضو من الحاجات اللي الزملاء خدوا بالهم منها قوي ان محمد بن زايد كان ردود فعله عادية خالص يعني عادي هو الراجل اللي بيصرف فخلاص مش طبيعي لانه يبان انه مبسوط قوي ولا ما خلاص فيه هو عارف ان في واحد شحات هيقعد يتملقه طول القعدة فاخلص يا عمي خلينا الصبح نروح راس الحكمة نديلك القرشين وتمشي تحل عن راسي يعني لكن السيسي كل شويه يلف له حبيبي يا شيخ محمد الله يحفظك يا شيخ محمد متشكرين يا شيخ محمد ميرسي جدا يا شيخ محمد كتر خيرك يا شيخ محمد زود <زولدنا> المصروف يا شيخ محمد خد راس الحكمه يا شيخ <ما> لو عندك عايز تاخد راسين كمان خدهم <من> يا شيخ محمد كده يعني فامبارح كان محمد بن زايد بيشعر بالاستياء بالغثيان من المشاهد اللي آه كان بيعملها سيء الذكر طيب في تغريدتين او تعليقين على موضوع بن زايد والسيسي واللي حصل امبارح خلينا نشوف اول تغريده للصحفي المصري علي بكري وبعد كده تغريده الاستاذ حافظ المراسي علي كتب لم تمر مصر بمرحله عبر تاريخها كله اسوا من تلك التي تعيشها في ظل وجود السيسي الرجل لا يدرك انه رئيس اكبر واقدم واهم دوله في المنطقه يتصرف رسميا كمتسول لا يجيد الا ممارسه الشحاته باسم المصريين. مثل هذا يحكم مصر ويضع كرامه شعبها تحت اقدام الاماراتيين بينما يقبع في السجون خيره ابناء مصر الكرام البرره. خلوا الصوره يا جماعه خلوا الصوره لانه بامانه الصوره دي وصور تانية معرفش والله الصور دي جاهزه مع الزملاء ولا لا. دايما صور السيسي مع محمد بن زايد هي صور غريبة شوية. يعني تعبر عن علاقة مش هقول لك علاقة أخوية ومتينة، لا الصور فعلا غريبة، مرة بيقطعوا التورته مع بعض، مرة راكبين العربية مع بعض، مرة قاعدين في كافيه كده وحواليهم جو شاعري، مرة قاعدين على الشط في العالمين، مرة الصورة اللي وريتها لكم في أول الحلقة والسيسي ضامم إيديه كده بشكل غريب شوية. مش عارف يعني لن ادخل في هذه المساحه كثيرا لكن لا اللي بعدها اللي كانوا ايوه دي شكرا يا استاذ المخرج والله كتر خيرك الصور غريبه شويه غريبه شويه فعلا يعني هو ومحمد بن زايد تمام لو انت شحات بتبقى بتحاول يعني انت تتملق الراجل اللي بيدي لك الفلوس اوكي ماشي شفنا ده من الناس لكن لا السيسي ومحمد بن زايد تحديدا الموضوع بيبقى اوفر شويه أنا زي ما قلت مش هتكلم في تفاصيل أكتر من كده ومش حابب إن أنا أدخل في المساحة دي خالص وأقعد يعني أقول لك مش عارف إيه وبتاع لكن دوروا على صور السيسي محمد بن زايد تحديدًا في حاجة مش طبيعية في الموضوع الراجل يا بيبقى فرحان زيادة عن اللزوم يا بيبقى مكسوف زيادة عن اللزوم يا بيبقى مش طبيعي زيادة عن اللزوم يا بيبقى في حاجة غلط زيادة عن اللزوم إيه هي؟ ماله؟ إيه اللي حاصل؟ مش عارف بس البادي لانجوج بتاعه لغة الجسد مريبة جدا وغريبة جدا لا اعتقد انني تابعت رئيس دولة او زعيم او امير او ملك بيتعامل مع اي حد بالطريقة دي الا ميلوني بتاعت ايطاليا مع بعض الزعماء والرؤساء الكاميرات بتلتقط لها بعض النظرات الغريبة شوية مرة مع اردوغان مرة مع ايلون ماسك من كام اسبوع لقطوا لهم برضه كام لقطة كده فدي الحاجة الزعيم الوحيد او الرئيس الوحيد اللي انا شفت له حاجة غريبة شوية فهي كانت ميلوني رئيسة الحكومة الايطالية في كم لقطة الكاميرات بتلقط نظرات معينة وبتبقى يعني مستنكرة قوي والدنيا بتقوم ما بتقعدش طيب ركزوا يا جماعة بقى لو سمحتوا مع سيء الذكر سترون العجب العجاب نختم مع الاستاذ حافظ المرازي اللي برضو التقط لقطة مهمة جدا قال قراءة في دلالات صور العرض ترتيب جلوسه ومسافته رئيس الوزراء المصري اللي كان يتصدر لوحده طاولة تسع ثلاثة من المدنيين مثله الذين دعاهم للحوار وأسماهم القامات الفكرية كما ذكرت في بوست سابق أين أصبح موقعه في اليوم التالي وترتيب جلوسه ومسافه او مسافته في حضور الرئيس المصري والاماراتي والعسكريين بيقول انه كان قاعد على اليسار بترتيب اقل ليس فقط من وزير الدفاع بل ورئيس الاركان زاد ترتيبه فقط على شيخ الازهر حين انتقل الى يسار مدبولي بعد مغادره رئيس الامارات الشيخ بن زايد وبيقول انه في وجود الضيف الاجنبي لم يكن هناك فاصل بينه وبين الرئيس المصري الا اجلسه ملتصقا على يمينه واخذ يتبادلان الهمسات والأحاديث الجانبية بعد مغادرة بن زايد اللي رسموا صورة لي في سماء العرض ولافتة أخرى بصورته مع السيسي عاد الحاجز بباقة ظهور ومسافة تفصل الرئيس ليس فقط عن المدنيين على يمينه بل وحتى عن قادته العسكريين على يساره وده بيقول لحضرتك عبد الفتاح السيسي بيتعامل مع الناس اللي حواليه ازاي ولذلك نعيد ونذكر ليه اطلقت على هذا القزم المسخ لقب سيء الذكر؟ لانه اسم ولقب على مسمى. يعني حتى في وسط ناسه هو سيء الذكر. الناس اللي حواليه اللي هو مش بيقدرهم، مش بيقعدهم جنبه، مش بيديهم حقهم، بيحط ما بينه وما بينهم بوكيهات ورد وحاجات وكلام زي كده، هو اكيد ذكره سيء عندهم، اكيد هو سيء الذكر، اكيد لما بيقعدوا مع بعض بيشتموه. بيقلوا منه بيهنوه ليه لانه هو بيهنهم وبيقل منهم هو بيروح يبقى قزم مشبك ايديه جنب محمد بن زايد لكن عليهم عامل نفسه طاووس وعامل نفسه نافش ريشه وقاعد عامل آه البدع زي ما آه بيقولوا ده كان ملخص حكاية زيارة محمد بن زايد لسيء الذكر امبارح طيب في فضيحة غريبة جدا جدا رئيس الوزراء البريطاني الاسبق بوريس جونسون بيقول قبل بوريس جونسون انا الزملاء في الاعداد بيقولوا لي ان صور السيسي بن زايد موجوده. هل موجوده؟ يعني لو موجوده يا ريت نعرضها. كانت في اخر الاستعراض المعلوماتي اللي كان من شويه. معلش قبل ما نروح لبوريس جونسون لان مهم ان احنا نعرض الصور دي للناس يشوفوها كلها. يا ريت نستعرض الصور تعالوا نشوف مع بعض صور السيسي ومحمد بن زايد دايما. بتبقى عاملة ازاي دي طيب مم. يعني لما تكون جاهزة قولوا لنا هتلاقوا صور غريبة شوية لا يعني دي الصور العادية اللي هي بتاعة لما خدوا ماشي في عربية مكشوفة في القاعدة في القاعدة العسكرية وهو قاعد جنبه كل شوية بيميل عليه بقولك بيكون في حالة من السعادة المفرطة يعني حالة مش طبيعية السيسي بيبقى في حاله انتشاء غريبه جدا. هقول لحضرتك حاجه ركز معايا كده فيها. الصوره اللي هي السيسي فيها بالتيشيرت ومحمد بن زايد جنبه والعلمين. استخرج خمسه فوارق بين سيء الذكر والبنت اللي جنبه. و ودي مره تانية ده مش مستوى يعني متدني من الاعلاء لا خالص ولا انا بس بقول لحضرتك ايه فرق الوقفه اللي هو واقفها عن هذه الفتاه اللي واقفه جنبه واللي انا مش بقلل من هذه الطريقه لكن هي طريقه عرفها الشعب المصري انه البنات او الستات لما بيتكسفوا او بيكونوا يعني مبسوطين شويه بيقفوا بالطريقه دي فبس ليه المفترض رئيس الدوله المصريه لما يكون في حضره محمد بن زايد يقف واقفه وقف وقف واقفه بنت ليه ده سؤال ده مجرد سؤال برضو أنا بطرحه على حضراتكم مفيش فرق بين صورتها أو وقفتها وطريقة وقفته تقريبا نفس الوقف بنفس الطريقة بنفس الأسلوب نشوف صورة تانية طيب الصورة اللي على اليمين ماشي أهو بيمد إيده بيسلم على حد محمد بن زايد عادي ماشي عادي زي أي واحد طبيعي الصورة اللي على الشمال بن زايد بيقول له حاجة صح؟ او اللي على يمين الشاشه ماشي ماله 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 سيء الذكر يا جماعه ماله ايه دي قاعده طبيعيه ده رياكشن طبيعي ده تفاعل طبيعي حاله انبساط اوفر جدا 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 بشكل مش طبيعي طيب اللي بعده آه لقاءات وديه جدا حميميه جدا مره في قهوه ومره على ال الشط وكده في علاقه يعني وثيقه جدا ما بين الرئيسين اللي بعده هنا برضو يعني في في حلقه انا مش هعلق الصوره الصور برضو مريبه جدا الحقيقه اللي بعده <applause> <تصفح> اه الصور اللي على اليمين دي ايديهم او اللي على الشمال دي بيضغطوا على الزرار مع بعض، واللي على اليمين بيقطعوا التورته مع بعض. فهل دي علاقه بروتوكوليه بين رئيسين؟ أنا قلت لكم أنا لن أعلق ولن أدخل في هذه المساحة. إحنا بس بنحاول نعرض كده شوية ملاحظات غريبة جداً جداً جداً، أتمنى إن إحنا نلاقي لها تفسير. نروح بقى لموضوع غريب أو أغرب من قصة السيسي بن زايد. وهو بوريس جونسون اللي واضح ان مذكراته اللي بدأ ينشر منها بعض المقتطفات هتعمل زلزال سياسي مش في بريطانيا بس بل في العالم الرجل الغريب ده اللي هم كانوا بيلقبوه بترامب بريطانيا الأسبوع اللي فات قال أنه فكر في غزو هولندا وتوجيه ضربة عسكرية لهولندا أو حاجة معينة غارة عسكرية لهولندا عشان يسرقوا خمسة مليون لقاح من لقاحات كورونا كان شايف أن بريطانيا أحق بيهم من هولندا وسأل نائب رئيس الأركان بتاعه فقال له تمام نروح بقوارب مطاطية ونهجم من هنا ونطلع من هنا فبرج جونسون قال له نتمسك هنا زي فيلم غبي منه فيه فقال له لا لا يعني الناس هتعرف بس هندخل في صدام مع حليف قديم في الناتو. النهارده بقى او امبارح خبر تاني خالص في مذكرات بوريس جونسون انه بنيامين نتنياهو حاول يتجسس على بوريس جونسون بطريقه تليق ببنيامين نتنياهو. يعني ايه؟ تعالوا نشوف الخبر مع بعض. رئيس الوزراء البريطاني الاسبق بوريس جونسون، نتنياهو زرع اجهزه تنصت في حمامي الشخصي. قال بوري جونسون انه في مقابله مع تيليجراف ان الموظفين بتوعه لقوا جهاز استماع في حمامه الشخصي بعد ما استخدمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2017. اللي حصل شيء غريب جدا 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 يا جماعه. تعالوا نشوف التفاصيل. اللي حصل انه جونسون كان وزير خارجيه فقابله بنيامين نتنياهو جاله في زياره وبعدين في وسط الاجتماع والدنيا نتنياهو قال له اريد ان استخدم الحمام. فجونسون كرجل بريطاني عريق من النبلاء قال له هو على اليمين في نهايه الكوريدور. فذهب بنيامين نتنياهو للحمام وخرج من الحمام وانتهت القصه لكن واضح انها ما انتهتش القصه ولا حاجه خلال فحص امني روتيني بعد استخدام نتنياهو للحمام. الفريق الامني البريطاني الخاص بالخارجيه البريطانيه لقوا انه في جهاز مخبأ في صندوق. نتنياهو لم يكن يعمل بشكل مباشر في الموساد لكنه معروف بتعاون الوثيق معه. اسرائيل اتهمت في عام 2018 انها زرعت اجهزه تنصت قرب البيت الابيض في امريكا هدفها كان التجسس على الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وفقا لتحقيقات امريكيه. طبعا نتنياهو نفى في تصريحات لقناه كان الاسرائيليه إنه هو لا مش مدخلش مش ما دخلش الحمام انه ما زرعش اجهزه التنصت في الحمام ولا حاجه أنا مش عارف الحقيقة هو نتنياهو كان متخيل إيه معرفش التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية هل بتقول إنه وزير خارجية البريطاني يعني يعقد اجتماعاته في الحمام فهو حط جهاز التنصت ده جواه هل الجهاز ده كان قادر ان هو يسجل اللي في المقر بتاع الخارجيه كله هل الجهاز ده كان قادر ان هو ما اعرفش كانوا عايزين ايه كان صوت بس ولا صوت وصوره الحقيقه مش فاهم لكن هو امر غريب جدا جدا انه نتنياهو يدخل يتورط في فضيحه آه زي دي والاغرب ان جونسون يعني يعلن عنها في توقيت زي ده برضو دي نقطه مهمه اناقشها مع ضيفي لكن الحقيقه عندنا مجموعه من التساؤلات. اسرائيل بتعمل الكلام ده عن طريق وحده شكلها ايه؟ ولو بتعمل ده مع دوله عظمى زي بريطانيا طب هتعمل ايه مع الجماعه اللي في العالم العربي؟ وده سؤال مهم الحقيقه. لو بريطانيا بتتعامل مع اسرائيل بهذه الطريقه، تعالوا نشوف معهد واشنطن قال ايه في قصه الدول العربيه. حسب معهد واشنطن استخدمت دول عربيه التكنولوجيا الاسرائيليه للتجسس. كونت الدول العربية والخليجية علاقات وثيقة في المجال السبراني مع إسرائيل ومن أبرز الناس اللي تم استهدافها بتقنيات التجسس كان جمال خاشقجي وآخرين فإحنا الحقيقة عندنا مجموعة من الأسئلة يعني لو إسرائيل هي اللي بتمد أو بتتعاون مع هذه الأنظمة في إمدادها بأنظمة التجسس فهل إسرائيل أصلا بتتجسس على هذه الأنظمة أو لا؟ وهل إسرائيل محتاجة تتجسس على الناس دي ولا لأ؟ ولا هم الناس دي اصلا يعني قايمين بالمهمه على افضل ما يكون. النقطه اللي بعد كده هي الوحده 8200 وهي المنوط بها هذه العمليات القادره لصالح الكيان الاسرائيلي. خلينا نتعرف عليها وفقا لتقرير لصحيفه نيويورك تايمز الامريكيه. 8200 هي وحده استخبارات الاشارات في الجيش الاسرائيلي. تأسست باسم شين ميم اثنين في ثلاثينيات القرن الماضي بنى الانتداب البريطاني ثم تطورت إلى أن أصبحت القوى الاستخباراتية والتكنولوجية الأبرز في إسرائيل. الوحدة بتتكون من شباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 21 وهي المقابل لوكالة الأمن القومي الأمريكية. عملها الأساسي جمع المعلومات التجسس لإدارة الاستخبارات العسكرية. وبتبدا في تتبع المرشحين المحتملين من سن مبكر خلال برنامج مدرسي وبيساهم العديد من خريجيها في اعاده تشكيل صناعه التكنولوجيا العالميه مجموعه ان اس او التجسسيه الشهيره الاسرائيليه اسسها اعضاء سابقون في الوحده 8200 وان اس او هي صاحبه اداه بيجاسوس التجسسيه اللي استخدمت في اختراق العديد من الهواتف لبعض الشخصيات الهامه في العالم مش بس العربي بل في العالم الغربي ايضا الوحده 8200 وفقا لتقرير لفاينانشال تايمز هي السبب الرئيسي في حاله الاختراق او حالات الاختراق اللي حققها الكيان ضد حزب الله اللبناني في الاسابيع الاخيره انقل هذه الفضيحه التي فجرها بوريس جونسون وما يدور حولها الى ضيفي عبر سكايب من لندن الاستاذ فراس ابو هلال رئيس تحرير موقع عربي 21 استاذ فراس اهلا بك اهلا بك هو التوقيت اليس غريبا بعض الشيء ان يتطوع بوريس جونسون وينشر مذكرات تحتوي على هذا الكم من الفضائح وهذه المره فضيحه تمس بنيامين نتنياهو انا لا اعتقد بان هناك سرا معينا في التوقيت هو يريد نشر كتاب مذكرات وعادة الصحف الغربيه عندما يكتب مسؤول سابق كتابا عن مذكراته يتفق مع صحيفه من الصحف وتبدا بتسريب بعض الاجزاء من هذا الكتاب بغرض الترويج بمعنى يعني لما واحد يقرا عن مثل هذه الفضيحه او عن قصه غزو هولندا فانه سيتشجع ليشتري الكتاب فهي جزء من الدعايه ولا اعتقد بانه هناك سر معين بالتوقيت ولكنه جزء من عمليه صناعه الكتب من هذا النوع في الغرب. برايك هل جونسون دقيق فيما رواه نتنياهو حاول زرع هذا الجهاز؟ اولا شخصيه بورس جينسون معروفه قبل ان يصبح رئيس الوزراء وقبل ان يصبح وزيرا للخارجيه في حكومه تيريزا مي هو شخص يتحدث بشكل عفوي شعبوي لا يهتم كثيرا بما يقول بعيد عن الدبلوماسيه ولذلك حينما استلم وزاره الخارجيه كان هناك تساؤلات كثيره في الصحف البريطانيه عن امكانيه ان يستطيع ان يقوم بهذا الدور بسبب حجم الهفوات وزلات اللسان التي كان قد تحدث بها سابقا عن دول اخرى حليفه مثل السعوديه مثل الولايات المتحده مثل دول اوروبيه هذه هي طبيعة الطبيعة الشخصية لبوريس جونسون هو صحفي أصلا ولديه قدرة على لنقل الإثارة ويعني صحفي كان يعني من من الصحفيين الذين يعني لديهم أهمية لمقالاتهم و من من الاكثر ربما ربحا في الصحافه البريطانيه بسبب طبيعته وطبيعه كتاباته هذا من ناحيه من ناحيه اخرى هو في الحقيقه لا يقول بانه لا لا يعني يوجه الاتهام مباشره الى نتنياهو ولكن يقول لا ادري اذا كانت هذه مجرد مصادفه أم لا بأن الفحص الروتيني حصل بعد زيارة نتنياهو ووجدوا هذا الجسم أو يعني الأداة للتجسس فهو ترك الباب مفتوحا على الأقل فيما نشر في الصحف بعض الصحف أظن صحيفة تيليغراف التي نشرت القصة أول مرة سألته إن كان يعني واجه رئيس الوزراء الاسرائيلي او اذا كان متاكدا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو مسؤول عن ذلك فقال ستجدون كل التفاصيل في الكتب يعني هذا جزء من الترويج الكتاب لكن ما نشر حتى الان هو لا يوجه اتهام مباشر ولكن يقول لا ادري ان كانت مجرد مصادفه او لا وايضا تقول الصحف البريطانيه جميعها التي نشرت هذا الخبر وخصوصا تلغراف التي بدات به بان بانها لا تعلم اذا كانت الحكومه البريطانيه او وزاره الخارجيه البريطانيه في ذلك الوقت قد واجهت الخارجية الإسرائيلية لتسأل عن هذا الموضوع يعني ليس هناك الكثير من المعلومات حقيقة عن الموضوع طيب إن صحت هذه الأنباء وكان بن نتنياهو حاول التنصت أو التجسس على بوريس جونسون أو وزير الخارجية البريطاني لماذا تسعى إسرائيل لأمر كهذا؟ شوف هناك عدة أبعاد البعد الأول أنه كل الدول تتجسس على كل الدول يعني هذا بات معروفا خصوصا بعد يعني ظهور عدة فضائح تتعلق بالتجسس آخرها ظهر بعد أظن في عام 2019 يعني كانت تتم عن عمليات كانت تتم في عام 2019 وظهرت أخبارها في فترة كورونا تلك الفضيحة اكتشفنا بأن دول أوروبية تتجسس على الولايات المتحدة مثل ألمانيا فرنسا تتجسس على دول أوروبية أخرى الولايات المتحدة تتجسس على دول أوروبية حليفة أعضاء في الناتو إسرائيل تتجسس على البيت الأبيض بريطانيا أيضا متهمة بأنها تجسست على سفارات إسرائيلية في بعض الدول فمن هذه الفضيحة وغيرها من الفضائح يمكن أن نقول أن هناك يعني هذه ممارسة طبيعية بين الدول أنها تتجسس على بعض هذا البعد الأول البعد الثاني إسرائيل أو دولة الاحتلال دولة مسكونة بالأمن دولة مسكونة بمحاولة التأثير على الرواية في العالم ودولة مسكونة بمحاولة التأثير على السياسة في العالم لصالحها، هذه الثلاث عوامل تجعلها أكثر ميلاً للتجسس ربما من أكثر من غيرها من الدول ولذلك هي يعني بين قوسين متقدمة في هذا المجال من ناحيه التكنولوجيا ومن ناحيه الاجهزه التي ذكرتها في تقريركم عنها خصوصا ان اس او ويعني غيرها من الشركات والوحده 8200 وغيرها من وحدات التجسس فهي دوله مهتمه بهذا الامر لانها تريد دائما ان تؤثر على الاخرين برايي لانها لديها ازمه شرعيه، هذه الدوله تعاني من ازمه شرعيه تعاني من أزمات دائما لديها دائما صراعات مع جيرانها لأنها احتلال لأنها ليست دولة طبيعية لديها إشكالات مع الشعب الفلسطيني الذي تحتله وبالتالي هي حريصة دائما أن تحل هذه الأزم الأزمات من خلال بناء تحالف عالمي يدعمها بدون شروط ولأجل تحقيق هذا هي تحتاج إلى معلومات عن السياسيين في الخارج في الدول الأخرى لاستخدامها للتأثير عليهم أو لاستخدامها لابتزازهم في بعض الأحيان طيب عندما نتحدث عن الوحدة ثمانية ألاف فنانشل تايمز منذ ثلاثة أو أربع أيام نشرت تقرير يتعلق بدور هذه الوحدة ما بعد حرب 2006 ضد حزب الله اللبناني كم المعلومات التي جمعته من خلال مشاركة حزب الله في سوريا بعد 2012 وأن هذا الكم من المعلومات وهذه الوحدة هي من أوصلت إسرائيل إلى حسن نصر الله وإلى وحدة الرضوان برأيك أستاذ فراس هذا محاولة تضخيم أو نوع من أنواع البي آر والبروباغندا الإسرائيلية للحديث عن هذه المعجزة المسماة 8200 أم أن هذه الوحدة بالفعل وصلت إلى مستوى غير مسبوق في العمل الاستخباراتي شوف اولا هذا العالم اللي هو عالم التجسس هو عالم سري يعني بالتالي اي شيء ينشر عنه يجب ان ناخذه بتحفظ، يعني هذه قاعده عامه. ثانيا كما تفضلت هناك بعض التقارير في الصحافه الغربيه وفي الصحافه الاسرائيليه تحاول ان تضخم قوه الاحتلال سواء في موضوع الاستخبارات او او غيره لانها تريد ان تنشر صوره عن هذه الدوله التي لا تهزم والتي لا تفشل والى غيره من من هذه العبارات التي تشكل انطباعات غير صحيحه ثالثا هل ان فعلا ما نشر في الصحف وهو نشر في صحيفتين واحده بريطانيه واحده امريكيه اعتقد ان ما تم من تجسس هو حصل خلال فتره وجوده في سوريا هل هو صحيح او لا؟ لا نعرف ولكن يعني يوجد امكانيه لذلك لانه توسع الحزب في المشاركه في الحرب في سوريا جعل ربما جعله عرضه لتجنيد ناس اكثر وبالتالي جعله عرضه للتجسس اكثر. الامر الاخر أن محاولة القول بأن دولة الاحتلال دولة متطورة في هذا المجال يعني هناك أساس طبعا أنه هي دولة تهتم بموضوع التجسس كما ذكرنا ولديها إنجازات في الموضوع التقني ولكن التضخيم يعني يخالف الحقائق بعض الحقائق على الأرض مثلا دولة الاحتلال فشلت في التعامل مع حدث هائل مثل السابع من أكتوبر هذا يدل على فشل استخباري وقد كتب في الصحف الاسرائيليه والصحف الغربيه مئات التقارير عن هذا الفشل الذي حتى الان لم تكشف اسبابه. حصل فشل مثلا في عام 2006 عندما استطاع حزب الله ان يقتحم الحدود مع فلسطين المحتله من جنوب لبنان واسر جنديين من جنود الاحتلال في ذلك الوقت. حتى يعني في التاريخ ايضا هناك نماذج اخرى على الفشل الاستخباري لدوله الاحتلال فالحديث عن انه يعني ان هذه القدرات نهائيه القوه ولا يمكن مجابهتها او لا يمكن مواجهتها هذا انطباع غالبا غير صحيح لكن بدون شك هناك نجاحات يعني الاغتيالات التي حصلت مؤخرا في صفوف حزب الله تدل على ان هناك يعني نجاحات استخباريه لكن بالمقابل مثلا لم نسمع كثيرا حتى الان على الاقل لم يظهر ولا ندري ماذا ستظهر الايام لاحقا لا. ان هناك الكثير من القيادات الرئيسيه داخل غزه مثلا قد تم اغتياله لا نعرف حتى الآن من هو الذي اغتيل ومن لم يتم اغتياله على الرغم من صغر قطاع غزة حتى الآن تفشل الاستخبارات الإسرائيلية بالوصول إلى أماكن الأسرة بالحديث طيب عن النجاح والفشل <applause> إن صح, صح رواية ولكنها ليست نهاية طيب إن صحت رواية مرة أخرى واستطاع بنيامين نتنياهو أن يزرع هذا الجهاز داخل حمام وزارة الخارجية البريطانية فكيف تفعل اسرائيل بالرؤساء والزعماء ووزراء الخارجيه العرب من وجهه نظرك اولا اذا صحت الروايه فهذا يدل على يعني يعني على طريقه كما يقال تشيب يعني رخيصه يعني لا يوجد رئيس وزراء على الرغم من ان الدول تتجسس على بعضها كما ذكرت وعلى حلفائها فلا, فلا فلم نسمع سابقا عن رئيس وزراء يتصرف في مثل هذا التصرف اذا صحت الروايه، هذا اولا. ثانيا بالتاكيد هناك تجسس من من دوله الاحتلال على الدول العربيه، وهنا اشير الى ما اشرت له ولو بشكل غير مباشر في تقريرك ان كثير من الدول العربيه التي اقامت علاقات او طبعت مع الاحتلال سواء من فوق الطاوله او من تحت الطاوله، كان هدفها الرئيسي الحصول على اجهزه استخباريه. فهل يتوقع العرب بان دوله الاحتلال لا تستغل هذه هذا التعاون للتجسس؟ بالتاكيد لا، 100% سيكون هناك تجسس. فكما ذكرت اذا كان هذا ما تفعله مع الحلفاء مع بريطانيا، مع الولايات المتحده، البيت الابيض، ترامب يعني هو اكثر رئيس او من اكثر الرؤساء الذي قدم لدوله الاحتلال من هدايا سياسيه واستراتيجيه ومع ذلك اتهمت بالتجسس عليه في البيت الابيض، فبالتالي من المتوقع جدا ان يكون هناك تجسس على العرب، والأسوأ من ذلك ان العرب يتيحون هذا الامر من خلال التعاون باجهزه التجسس التي لا يعرف ماذا يوضع بها، م. نشير هنا الى انه الشركه الرئيسيه التي تنشأ يعني تنتج بيجاسوس وغيرها من الشركات، هذه بالمناسبه ليس فقط من يقوم بها هو عضو سابق في 8200 أو غيرها من الخلايا الاستخبارية لا هذه الشركات هي تحت وزارة الدفاع وتحت المخابرات حتى يعني حتى بعد ان يترك مؤسسوها هذه الاجهزه لا يمكن لهذه الشركات ان تصدر اي رخصه او تبيع اي جهاز الا بموافقه و مراجعة وزارة الدفاع المساعدة وبالتالي من المؤكد بأنها تستخدم ضد العرب كما تستخدم ضد الآخرين شكرا جزيلا لك فراس أبو هلال رئيس تحرير موقع عربي 21 كنت ضيفي عبر سكايب حلقتنا مستمرة بعد الفاصل تابعونا من وقت ما الرئيس الامريكي جو بايدن غلط في زله لسان وقال انه اتصل بالرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي عشان يقول له يفتح معبر رفح والحقيقه انه الشعب المكسيكي او جوه دوله المكسيك مش بس المكسيكيين اللي بيموتوا، لا المصريين كمان بيموتوا بما ان الرئيس المصري بقى الرئيس المكسيكي. خبر محزن جدا الحقيقه نقلته او نقله موقع الحر الامريكي بينهم مصريون مقتل مهاجرين في المكسيك بنيران الجيش. خبر بيقول انه بعد 48 ساعه من تولي كلوديا شينباوم منصب رئيسة المكسيك كأول سيدة تفوز بهذا المنصب خرجت في مؤتمر صحفي لتعلن عن فتح تحقيق في حادثة أدت إلى وفاة ستة مهاجرين ضمنهم من يحمل الجنسية المصرية بعد أن فتح جنود بالجيش المكسيكي النار على حافلة كانت تقلهم أكدت شينباوم في المؤتمر الذي انعقد في العاصمة مكسيكو سيتي أن الضحايا ينتمون لمصر والسلفادور وبيرو دون الكشف عن عدد الضحايا من كل جنسيه ووصفت الحادثه بالمؤسفه. الجيش المكسيكي يوم الاربعاء كشف عن ملابسات الحادث الذي وقع في وقت متاخر يوم الثلاثاء بولايه تشياباس جنوبي البلاد مشيرا الى ان الى اطلاق جنديين اثنين النار على شاحنه كانت تقل 33 مهاجرا. بعد سماع أصوات إطلاق نار تجاه موقع تواجدهم أشارت وكالة رويترز إلى أن الشاحنة وسيارتين مرافقتين لها حاولوا الهرب من نقطة تفتيش للجيش وبخلاف الضحايا الست في عشرة مهاجرين آخرين أصيبوا بيان الجيش المكسيكي لم يشر إلى حالتهم الصحية تصريحات شينباوم جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الخارجية المصرية عن مشاركة السفير المصري في المكسيك عمرو عبد الوارث في مراسم تنصيب الرئيس الجديدة دون الإشارة للحادث. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مواطنون مصريون للخطر في المكسيك التي تعد مسارا للهجرة غير النظامية المحفوفة بمخاطر عدة تجاه الولايات المتحدة. في أغسطس 2023 أنا بس بحاول أقرأ لحضراتكم الخبر كامل على بعضه. أعلنت السلطات المكسيكية عن إنقاذ 137 مهاجر علقوا داخل شاحنة في ولاية فيرا كروز اتضح لاحقا أن بينهم 129 مصري وبعد هذه الحادثة بشهر واحد في سبتمبر 23 أطلقت السلطات المكسيكية عملية بحث عن شابين مصريين في ولاية سونورا في يونيو الماضي أعربت الوزيرة السابقة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سوها جندي عن استعداد مصر للتعاون مع المكسيك في مكافحة الهجرة غير النظامية وذلك خلال استقبالها ليونورا رويدا سفيرة المكسيك في القاهرة فاحنا بس يعني السفير عمرو عبد الوارث اللي راح يحضر المراسم لو سيادتك بس معلش تتعب شوية تهز طولك وتبل ريق الناس وتقول لهم أخبار ولادهم إيه كم واحد اتقتلوا كم واحد اتصابوا كويس وحد يكلم سيء الذكر اللي دلوقتي اتنشرت له صوره من ابشع ما يكون مع محمد بن زايد يا ريت الزملاء يجهزوها صوره بشعه جدا وهو جوه القصر المفروض الرئاسي بتاعه او حاجه محمد بن زايد قاعد على المكتب وهو واقف جنبه بنفس الطريقه ضامم ايديه واقف معرفش مستني ايه حاجه قمه المهانه والله والهوان والذل يعني ان شاء الله قبل نهايه الحلقه اعرض لحضراتكم الصوره دي حد يبلغه إنه الولاد بتوعنا بيتقتلوا في المكسيك لأن بيهاجروا هجرة غير شرعية، لأنه في 2017 تقريبًا سأل وقال مرة أنت بتسيبنا وتمشي ليه؟ تعالوا نجاوب على سيء الذكر ونقول له ليه في شباب مصريين اتقتلوا في المكسيك يوم الثلاثة اللي فات. لماذا يخاطر المصريون بحياتهم للهجرة؟ 32% من سكان مصر بيعيشوا تحت خط الفقر. وفقًا لتقارير البنك الدولي. رغم رفع الحد الادنى للاجور متوسط الدخل الشهري من 3000 ل 4000 جنيه اقل من 100 دولار امريكي. كتير جدا من الشعب المصري بيشتغل في بيئه غير امنه ومن غير حقوق عمل واضحه وده بيزود من الشعور بالاستغلال وبالظلم ايضا. الاجهزه الامنيه سيطرت تماما على الحياه السياسيه والاجتماعيه ودفعت الكثير الى اعتبار الهجره السبيل الوحيد للحريه والحياه الكريمه. في تفاوت كبير بين الطبقات الاجتماعيه في مصر وده خلق شعور بالياس لدى الطبقات الفقيره لانه الاغنياء بيسيطروا على معظم الموارد وبيفتقد الفقراء الى الفرص. الشباب المصري بيشعر باحباط شديد جدا لانه ما فيش فرص حقيقيه في البلد يحقق فيها طموحاته الشخصيه والمهنيه وبالتالي بيفكر في الهجره. المصريين بي بيبصوا للهجرة ان هي فرصة كويسة جدا لتحسين مستوى المعيشة، انه يبقى عنده حياة كريمة، يشتغل، يتعلم او على الاقل يهرب بحياته وينفد بجلده من القمع والتنكيل. تعتمد العديد من الاسر المصرية على تحولات مالية من افراد العائلة المهاجرين اللي بتشكل جزء كبير من الدخل القومي. اكثر من 31 مليار دولار في 2023 كان من تحولات المصريين في الخارج. عايز اقول لحضرتك انه العائلات في مصر بتستثمر في ولادها عن طريق ان هم بيبيعوا حاجات او بيبيعوا بعض الاملاك وبيخلوهم يسافروا عشان يلاقوا مستقبل افضل كل التعازي لاسر الشباب المصريين اللي ماتوا في المكسيك اللي احنا لسه مش عارفين أسمائهم ولا ايه اللي حصل معاهم تمنياتنا المصابين بالشفاء واتمنى انه محدش يخوض هذه الرحله الخطيره على الحياه بشكل عام سواء في ليبيا والبحر للسواحل الاوروبيه او سواء في المكسيك عشان يوصل لامريكا او كندا عيب مش على الولاد دول العيب على سيء الذكر اللي ضيق على الشعب المصري حياته كلاكيت تاني مره في اقل من اسبوع بقنابل وزنها 73 طن اسرائيل تحاول اغتيال هاشم صفي الدين الخليفه المرتقب لحسن نصر الله اللي اغتالوه من ايام. وسائل اعلام اسرائيليه كشفت انه تم استخدام قنابل خارقه للتحصينات والقاء 73 طن من القنابل في محاوله اغتيال هاشم صفي الدين في الضاحيه الجنوبيه في بيروت ووصفوا التفجير بانه الاضخم منذ اغتيال حسن نصر الله بل ان في بعض وسائل الاعلام ذهبت إن, ان هذا التفجير اكبر واضخم من التفجير اللي قتلوا به او اغتالوا به حسن نصر الله. موقع الجزيره نقل عن الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني ان جيش الاحتلال بات يسعى الى تدمير حزب الله اللبناني من الراس. واستهجن مواصلة الحزب عقد اجتماعات لكبار القادة وتحديدا في الضاحية الجنوبية بعد معرفة الثغرة الأمنية اللي تمكن الاحتلال من اغتيال حسن نصر الله من خلالها هاشم صفي الدين لم يكن الاول ولن يكون الاخير اذا تاكد اغتياله حتى الان ما فيش خبر مؤكد لكن هناك العديد من قاده حزب الله اللبناني اللي تم اغتيالهم على يد الاحتلال الاسرائيلي اخرهم كان الامين العام السابق حسن نصر الله اللي تم اغتياله في تفجير الضاحيه الجنوبيه خلونا نتعرف على مجموعه من ابرز قادة حزب الله اللبناني اللي تم اغتيالهم، حسن قصير احد قادة الحزب في سوريا، محمد جعفر قصير قائد الوحدة 4400، وعلي الكركي قائد الجبهة الجنوبية، محمد حسين سرور قائد الوحدة الجوية، ابراهيم قبيسي قائد وحدة الصواريخ، وابراهيم عقيل قائد عمليات الحزب، احمد وهبي وهو قائد وحده الرضوان، فؤاد شكر المستشار العسكري الذراع الايمن لنصر الله، محمد ناصر قائد قسم عمليات الحزب على الحدود مع الاراضي المحتله، سامي طالب قائد وحده النصر، ونبيل قوق نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبالتالي نحن نتحدث عن قيادات من الصف الاول ومن العيار الثقيل، هذه القيادات تم تصفيتها واغتيالها من قبل الاحتلال الاسرائيلي. طيب ان صحت اخبار اغتيال هاشم صفي الدين فمن يخلف حسن نصر الله في الامانه العامه لحزب الله اللبناني؟ هناك اسم يتردد صداه بشكل كبير وهو السيد نعيم قاسم. نتعرف على بعض المعلومات عن نعيم قاسم في هذا الاستعراض. نعيم قاسم يشغل حاليا منصب نائب الامين العام لحزب الله. ولد في فبراير 1953 درس حتى المراحل العليا من الدراسة الحوزية تتلمذ على يد كبار علماء الشيعة في لبنان وكان في حركة أمل ثم انضم إلى حزب الله اللبناني بعد تأسيسه وأصبح واحد من أبرز قيادات حزب الله اللبناني الضربة التي وجهتها إسرائيل بالأمس لهاشم صفي الدين بالتأكيد ربما كانت نتيجة اختراق أمني أو استخباراتي أو ربما رد على الكمائن التي نصبها مقاتل حزب الله لقوات إسرائيلية وخلفت ما يقارب عشرة قتلى وأكثر من ثلاثين جريح حول المشهد في لبنان أرحب بضيفي عبر الإنترنت السيد عماد الشدياق الصحفي اللبناني المتخصص في العلاقات الدولية سيد عماد أهلا بك معنا مساء الخير سيدي. مساء النور، هل تأكد وفقا لاي مصدر اخباري موثوق اغتيال هاشم صفي الدين؟ حتى اللحظه لم يتأكد اي شيء. انا ارصد على الشاشه امامي الان صحيفه يدي عود احرنوت تقول ان التقديرات التقديرات الاسرائيليه تشير الى مقتل كل من كانوا في مقر مخابرات حزب الله الذي قصف بالامس. يعني نحن لا نعرف هنا في لبنان أن هذا المركز كان مركز المخابرات نعرف من وسائل الإعلام الإسرائيلية وحتى حزب الله لم يصدر أي بيان لم يؤكد ولم ينفي استهداف هاشم صفي الدين ولا حتى بقية القيادات حزب الله حاليا يعتمد سياسة جديدة يتكتم على كل المعلومات توقف عن نعي شهدائه حتى الاستهدافات التي تخص الصف الأول والصف الثاني لم يعد يتحدث عنها لضرورات المعركه على ما يبدو وهذا يضع جميع اللبنانيين وحتى بيئه حزب الله وجمهوره في حيره هم حتى اللحظه حتى حتى اغتيال السيد حسن نصر الله البعض منهم لم يصدق حتى اللحظه اغتياله وما زال هناك هامشا من الشك ان كان قتل ام لم يقتل بعد. بالمناسبه هناك بعض التقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا سيد عماد طالما اثرت هذه النقطه تتحدث ان حسن نصر الله حي يرزق ولم يقتل واستشهدوا ببعض الـ الـ يعني الادله ان لا جثمان للرجل هناك جثه شهدت من بعيد ولا جنازه حتى الان ولم يشيع وبالتالي ربما كانت هذه خطه من حزب الله اللبناني تعليقك هناك بعض المعلومات في لبنان تتداول في السر أن حزب الله يريد أن يقيم مراسم تشيع كبيرة جدا طليق بأمين عام لحزب الله حسن نصر الله وهو يجري بعض المفاوضات مع ألمانيا وفرنسا من أجل الطلب من إسرائيل تمرير هذه الجنازة حتى طليق بهذا الرجل يعني دفن يليق بهذا الرجل هم يعتبرونه رمز كبير للمقاومة في لبنان ولا يريدون أن يتم دفنه بهذه الطريقة المذلة صح القول وحتى هناك بعض الأقاويل تقول أن أن جثة السيد نصر الله قد دفنت كوديعة وهذا متعارف عليه أيام الحرب أنها تدفن بمكان ما ثم تسحب لاحقا من أجل إجراء المراسيم الرسمية أو الشعبية الكبيرة ليعاد دفنها مرة أخرى طيب وطبعا هذه المعلومات كلها لا تأكيدات حولها نعم بس ولكن حينما يسأل المكتب الإعلامي لحزب الله ينفي أي معلومة تصدر في الإعلام إن كان دفن أو إن كانت مراسم الدفن غدا أو بعد غد لأن هناك الكثير من الأخبار الفيك نيوز والمعلومات المضللة التي تصدر من هنا وهناك حتى على مستوى وسائل إعلامية كبيرة في العالم العربي تقول أن الدفن سوف يكون يوم الجمعة يعني عمليا اليوم شاهدنا في إيران كان هناك نوع من تشيع رمزي في إيران وكان هناك جموع كبيرة جدا بس ولكن حتى اللحظة لا أحد يملك المعلومات إلا حزب الله وهو حتى الآن يرى أو يرتقي أن يتكتم على هذا الموضوع ربما من أجل سير المعارك هو يريد خلق نوع من من التوازن في لعبة البروباغندا الحربية ربما طيب بالحديث عن التكتم على المعلومات والمعلومات تحديدا اختراق البيجر خمسة ألاف في لحظة واحدة ثم أجهزة اللاسلكي ثم وحدة الرضوان ثم الامين العام حسن نصر الله وبالامس هاشم صفي الدين، لماذا يجتمع قادة حزب الله في نفس المكان او بالقرب من نفس المكان الذي استهدف وراح ضحيته الامين العام منذ ايام. يعني الاجابه سيدي الكريم موجوده اوريدي بالسؤال الذي تفضلت به الان. حزب الله حاليا لا يملك وسائل اتصال، كل الوسائل المخترقه عبر الانترنت والهواتف العاديه والهواتف الذكيه حتى الاتصالات الخلوية يعني مخترقة. أي مسؤول يريد أن يتواصل مع مسؤول آخر في التنظيم لا يستطيع. هم يعتمدون على الرسائل الشخصية يعني يعني إرسال موفد أو شخص من الشخصية ألف إلى الشخصية ب من أجل التواصل بدليل هجمة البيجر وهجمة هجمة الأجهزة اللاسلكي وعدم الاقتراب من من الهواتف الذكية. أضف إلى هذا أن قيادات الحزب لا يستطيعون التنقل ان خرجوا خارج الضاحيه الجنوبيه سيكونوا مكشوفين تماما ولا امكانيه للاختباء باي مكان اخر لانهم سيعرضون بقيه الناس الى الخطر هذا السؤال طرح من الكثير من المحللين والصحفيين في لبنان وحتى من الاشخاص المقربين من حزب الله وحصلوا على اجابات انه لا يمكننا الخروج خارج الضاحيه الجنوبيه نحن هنا لا نخاف الموت نحن ننتظر الشهادة ونفعل ما علينا وهذا كل شيء الخروج خارج الضاحية الجنوبية أو المربع الأمني الآمن لحزب الله لأن هذه بيئته هنا سيعرضه أكثر للخطر مع العلم أن الآن يمر, يمر في العواجل صحيفة معريف ترجح أو الترجيحات تتزايد بمقتل هاشم صفي الدين يعني ما زلنا نعتمد على المعلومات الاسرائيليه وهذا شيء مؤسف الحقيقه. لانه اذا قارنا بين حرب 2000 العام 2006 واليوم في العام 2024 نلاحظ هناك في فرق فرق كبير كبير في اداره المعركه في اداره اعلام المعركه الاعلام الحربي تحديدا. في العام 2006 كنا نستقي كل المعلومات العسكريه من قناه المنار. من إذاعة النور الخاصة بحزب الله اليوم فاقد السيطرة الإعلامية حزب الله تماما يعني يتكتم على المعلومات لا تحصل على المعلومات الحصرية من حزب الله بل على العكس تحصل عليها من إسرائيل إن كنت تريد أن تعرف أين مكان من الخطر تتابع أفخاي أدراي يعني هلأ من لحظات أرسلوا أن هناك شكوك بأن حزب الله يستخدم سيارات الإسعاف لنقل المقاتلين والأسلحة ووجهوا تحذيرات باستهداف سيارات الإسعاف في الجنوب وربما في الضاحية الجنوبية هيئة الأعلى. البث الإسرائيلية الآن تقول تقديرات إسرائيلية ترجح إصابة هاشم صفي الدين ولكن لا يوجد أي معطى يؤكد مقتله حتى الآن حزب الله لم يصدر بيان لم يعلق صحيح مكان الاستهداف مراقب من الجهات الاسرائيليه بشكل مكثف واني يعني انا قصدت المنطقه هناك في الصباح الباكر لم نستطع الدخول بسبب وجود عناصر من حزب الله يحرسون المكان وهم بدورهم لا يستطيعون الدخول الى مكان الغاره لان الطيران الاسرائيلي من خلال المسيرات يستهدف اي شخص يدخل الى المكان من بعد خروجي من المنطقة بحوالي 15 دقيقة سمعت في الإعلام يعني بعد الابتعاد نحو 2 أو 3 كيلومتر أن مسيرة إسرائيلية استهدفت ثلاثة أو أربعة صحفيين وهناك فيديو يوثق الحادثة لأنهم اقتربوا من المكان حتى خلال النهار جرافة صغيرة حاولت الدخول من أجل رفع الركام والردم استهدفت ايضا، يبدو ان الاسرائيلي لديه شكوك ولا يعرف ما هي ما هي نتيجه العمليه ولهذا يحرص على عدم اقتراب اي احد من اجل ضمان طيب. نجاح العمليه سيد عماد عقدت منذ قليل مقارنه بين 2006 و2024 من ناحيه الاعلام الحربي والاعلام الاسرائيلي، اذا ما تحدثنا عن الميدان الاوضاع الميدانيه حتى الان هناك خسائر في الارواح في الجيش الاحتلال، هناك اصابات، هناك كمائن من حزب الله، ولكن هناك قصف ايضا مستمر لبلدات في الضاحيه وفي جنوب لبنان. كيف تقيم المشهد ميدانيا حتى الان؟ أه حتى اللحظه لا نملك جميع المعلومات، يعني الاعلام لا يستطيع الاقتراب كثيرا، اخر نقطه يمكن ان يصل اليها تصل اليها وسائل الاعلام هي في سور عند الساحل. هناك ينصب الاعلاميون ينصبون الكاميرات ويوجهونها على الساحل صوب فلسطين المحتله وهذا كل شيء الاعلام نستقيه من من البيانات التي يصدرها حزب الله نفسه ان كان هناك من بيانات وهي بالمناسبه ضئيله جدا حزب الله توقف منذ ايام عن نعي الشهداء كان لا يخجل في نعي الشهداء حتى لو كانوا بـ بـ بالعشرات ليس هناك مشكلة ولكن الآن تغيرت استراتيجية لم يعد ينعي أحد وهذا مؤشر غير مريح صراحة هناك معلومات تتواتر من الجنوب أن مثلما لعدو الإسرائيلي هناك خسائر بشرية وإصابات أيضا هناك استشهاد لدى حزب الله وهناك إصابات أيضا بس ولكن بتكتم شديد وهذا يعني مربك لبيئه حزب الله يبدو ان حزب الله ان حزب الله يريد تكتم على هذا الامر للحفاظ على ما تبقى من المعنويات ولا يريد ان يضر بالبيئه الحاضنه خصوصا انها هناك نحو مليون شخص من هذه البيئه ان كان في جنوب لبنان او من الضاحيه الجنوبيه خرجوا من منازلهم وحتى هناك معلومات ان الحزب بدا يضيق على الناس من عدم دخول الضاحية هناك فترة زمنية عند الصباح يسمح بها بالدخول إلى الضاحية من أجل تفقد الأملاك تفقد البيوت والمنازل بس ولكن حزب الله علمت اليوم ولا أدري صحة هذه المعلومة أنه بدأ من بعض الظهر أو من اعتبارا من الظهر وصعودا عدم السماح لأي أحد من دخول الضاحية الجنوبية حرصا على سلامتهم أولا وثانيا ربما من أجل عدم إشاعة الكثير من الأخبار المضرة بالمعنويات لأن هناك خسائر كبيرة وإذا عدنا للمقارنة في العام 2006 كانت الخسائر كبيرة جدا ولكن كانت محصورة ومحددة في بقعة جغرافية داخل الضاحية الجنوبية تختصر بمنطقتين حارت حريك وبير العبد طيب يعني هناك العديد من الابنيه هدمت بالكامل ربما السؤال اليوم؟ الان سيد عماد وهذا سؤالي الاخير عن فكره الاجتياح البري اسرائيل حذرت على مدار اسبوعين الان من انها ستشتاح جنوب لبنان بريا ربما فشلت امام حزب الله ربما الضربه الايرانيه من وجهه نظرك ما الذي اخر الاجتياح البري حتى الان الذي اخر الاجتياح البري حتى الان هو مقاومه حزب الله هناك الكثير من المقاتلين موجودين في جنوب لبنان عند مرابطين عند الحدود وهذا امر طبيعي بس ولكن لابد ان نعترف ان هناك فرق بالتكنولوجيا والاسلحه ربما يصمت حزب الله بوجه الاسرائيليين كثيرا بس ولكن غير مستبعد ان تسقط الخطوط الدفاعيه الاولى ويختار حزب الله التراجع من اجل استدراجهم الى الداخل والرهان على عدم بقائهم وتكبيتهم اكبر قدر ممكن من الخسائر ربما تكون هذه استراتيجيه حزب الله بالدرجه الاولى اليوم يحاول او يجاهد من اجل عدم دخوله بس ولكن اذا احتدمت المعارك ربما يلجا الى البلان بي السماح لهم لهم بالدخول الى الداخل ثم اصطيادهم ان كان هناك قدره ان كانت المعنويات ما زالت موجوده إن كانت القيادة ما زالت موجودة وقادرة على إصدار الأوامر من الضحية الجنوبية إلى جنوب لبنان نعم. علينا أن ننتظر لنرى ما هي النتيجة من المبكر المك... ج... كثيرا الحسم من الآن لأن يبدو المعركة قد تطول بعض الشيء يعني شكرك. أقل شيء شهرين بعد نعم حتى شكرا جزيلا الرئاسية في امريكا شكرا جزيلا لك عماد الشدياق الصحفي اللبناني المتخصص في العلاقات الدوليه كنت ضيفي عبر الانترنت في سياق متصل للمواجهات في لبنان إيران تستعد الآن للرد الإسرائيلي الذي كان وشيكا ثم سيكون مناسبا ثم إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية وسط سيناريوهات كثيرة أي من هذه المنشآت ستستهدفها إسرائيل نحن نتحدث عن خمس أو ست منشآت في ايران نتحدث عن قطاع النفط منشات نفطيه نتحدث عن منشات عسكريه عن المنشات النوويه التي اشرنا اليها في حلقه سابقه ايضا عن انظمه الدفاع الجوي الايراني وربما اضافه عقوبات اقتصاديه على ايران او ربما تذهب اسرائيل الى هجمات حول هذه الضربة الإسرائيلية أو الرد الإسرائيلي والاستعدادات الإيرانية أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور هادي عيسى دلول المستشار في القانون الدولي أهلا بك معنا دكتور أهلا وسهلا أستاذ أسامة مرت أيام ولم ترد إسرائيل بعد واليوم تحدث الكثيرون حول تنسيق إسرائيلي أمريكي فما الذي تتوقعه إيران من الكيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى محمد تحيا لك عزيزي وللسادة المشاهدين والقناة إسرائيل الآن في حالة إرباك في الضربات التي لم تتوقعها من الجمهورية الإسلامية بالأهداف التي تم ضربها بشهادة هواتف مستوطنين على الارض من حول المنطقه في كل مكان وهي تصور هذه الصواريخ التي لم تستطع المساد بتكذيبها او تشويه قدراتها على الوصول على الارض يعني على اهدافها فالاسرائيلي الان يحسب حساب ان قمنا في اي اجراء كم من الصواريخ ستعود لتضرب والامريكي متقاعس فبالتالي بدا يصحى من السكر الذي هو فيه وينتبه انه منفرد على الارض وان اي تهور باي اتجاه ممكن ان ياتي فيه في عمليه صدام مباشر مع الجمهوريه الاسلاميه لذلك فضل ان يبقي عمليه ردع حزب الله لأن الموضوع ليس في عمليه اجتياح اسرائيل للبنان هلا هناك امر ثاني يحسب والاسرائيلي يحسب حسابه لذلك يحاول ان يناور في جنوب لبنان هم خائفون من ان يقوم حزب الله باجتياح الجليل وهذا هو ما يحاول أن يؤتوا بخطوة استباقية بمحاولة إبعاد حزب الله عن الشريط الحدودي من خلال محاولة المناورات التي يفتعلها ولربما يجد نقاط ضعف يتسلل من خلالها ليحقق أهداف ويضع ترسنات لتؤمن أن حزب الله تحت الأنظار في هذه المنطقة طيب, طيب دكتور هيئة البث الإسرائيلية منذ دقائق تقول أن إسرائيل تسعى لإيجاد رد يحقق هدف الحرب ولا يؤدي الى مواجهه واسعه مع ايران تعليقك مثل شو آه. مثل ماذا خلينا ناخذ السيناريوهات المتاحه في اسرائيل اول سيناريو ان يكمل الطريق الى لبنان وهذا اصبح شيء مستحيل بالنسبه لهم. السيناريو الثاني ان يكمل الضرب على المدنيين في لبنان. السيناريو الثالث ان يتوجه ويبدا يضرب في سوريا. السيناريو الرابع وهو ان يقوم في عمليه تهريج بعض الاطراف التي يتعامل معها في ايران من خلال المخربين حتى وان كانت على مستوى مولودوف صغيره. تضرب في الارض وتفتح الحريق ويصوروها ويضخموها بانها تم استهداف منشاه نوويه في ايران وهو اساسا يصور من منطقه بعيده تضاريس المنطقه تشابه تضاريس المنطقه التي ممكن ان يكون فيها معهد ابحاث او مصفايه بترول او محطه او اي ماده ممكن ان تكون تتبع للبتروكيماويات او شيء مشابه لبرنامج يتبع للدعم النووي في المنطقه بحيث ان يجمعوا الصورتان سويتان ويقولوا طبعا ايران لن تعترف ونحن ضربنا و او ان يخرج سيارات صغيره من بعض المناطق المتطرفه في ايران. هذا طبعا الحمد لله يعني الشباب من اليوم صباحا حتى من ثلاث ايام من بعد الضربه كان هناك استعداد لهذه المرحله بعمليه ليس فقط تجنيد العسكر صراحه، الان نعمل في ايران على عمليه تجنيد الشعب ان كل مواطن موجود هو شرطي في مكانه، اي حركه غريبه لاي شخص فورا يتصل في الاجهزه لا يقول هذا الموضوع لا يهمني او اني لست معنيا في الامر، لا هذا العمل يقلص من حركه الارهابيين ان ينفذوا اهدافهم في المنطقه ان شاء الله، فلذلك اقول لك الاسرائيلي الان في ازمه المطارات قد ضربت وهذا واضح، لجوئه للمنصات الصاروخيه على البوارج هذا يعني انه فقدها نتمنى ان لا يكون هناك تعاون مع ابروس في عمليه استخدام الممرات لاطلاق الصواريخ اطلاق الطائرات التي تقصف لان في هذه الحاله ستضطر المقاومه اسفه ان تضع المطارات الابروسيه نعم. على بنك الاهداف صراحه شكرا جزيلا لك دكتور هادي عيسى دلول المستشار في القانون الدولي اهلا كنت ضيفي عبر الهاتف قبل ختام الحلقه عزيز المواطن المصري الكريم صاحب التاريخ صاحب الحضاره صاحب الدولة الكبيرة التي كان يشار إليها بالبنان ويقال هذه مصر الشقيقة الكبرى هكذا كنا حتى أتانا سيء الذكر فأهان هذه الشقيقة الكبرى كما لم تهن من قبل وقزمها كما لم يقزمها حاكم من قبل وجعلها اضحوكة لمن أراد الضحك وقت ضيقه هذه الصورة اليوم منذ دقائق ايه راي حضراتكم؟ لو انت بتتكلم على كرم الضيافه فده مش كرم ضيافه، دي اهانه. لو بتتكلم على حسن الاستقبال ده مش حسن استقبال. دي قله قيمه. لو بتتكلم على عمق العلاقات فالعلاقات العميقه والوثيقه بتبنى على الاحترام المتبادل والنديه والتكامل. لا تبنى على انه صاحب البلد واقف زي الزليل مربع ايديه او ضامم ايديه بشكل غريب جدا وكانه مستني قرض او مستني حسنه او مستني قرشين يكتبهم له الكفيل اللي جاي يشتري ارضه وجاي يحن ويمن عليه بقرشين او بفتات في الاخر محمد بن زايد بيجلس في قصر رئاسي معرفش بيكتب ايه بيكتب كلمة تهنئة بيكتب له شعر بيكتب له كلمتين حب ايا كان اللي بيكتبه لكن هذا مشهد ذليل، هذا مشهد لا يليق بالعلم اللي موجود ولا يليق بقيمه مصر ولا يليق بالجيش المصري ولا يليق بالجنود اللي صورهم على الجدران ورا ابطال الجيش المصري في 6 اكتوبر. المشهد ده لا يليق يا جماعه ان الراجل ده يمثل مصر. ولا يليق ان الراجل ده يكون في صدارة المشهد المصري ولا يليق الراجل ده يكون رئيس لجمهورية مصر سواء كنت مؤيد او معارض فده مشهد يقل من امتك ويقل من قيمة البلد الكلام اللي بقوله ده مش من باب المزايدة ولا من باب استهلاك مش عارف لا خالص اي حد عنده دم وكرامة واحترام لتاريخ بلده واحترام لمصر هيرفض المهانة دي ايه ده ايه ده اسمه ايه ده بيتقال عنه ايه ده بيتقال عنه ايه يا جماعة بيتقال عنه ايه غير انه عبد ذليل قدام الكفيل بتاعه امبارح كنت بقول لجنة مرور من الامارات لا 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 ده الموضوع اكبر من كده ده موظف لدى محمد بن زايد ده شغال عنده ده واقف مستني ان هو يقول له كلمتين كويسين عيب الصورة دي عيب وعار على كل مواطن مصري لازال عنده شك في ان هذا الشخص هو جنرال مهزق جلب لمصر قلة القيمة وجلب لمصر العار الصورة دي عار على كل مواطن مصري لما ده الشيء اللي واقف قدامكم ده يكون هو رئيس جمهورية مصر العربي انا عايز اقول انه دلوقتي كل مواقع التواصل الاجتماعي بتكتب على هاشتاج اسمه رأس الحكمة التوكيل مزور رأس الحكمة التوكيل مزور هي رسالة للصديق العزيز والقامة الوطنية الكبيرة المهندس يحيى حسين عبد الهادي لو هم سجنوك وغيبوا صوتك وكسروا قلمك وحطوك في زنزانة ضيقة حتى لا تكتب ان احنا براء من بيوعاتكم وان التوكيل مزور مصر كلها بتكتب دلوقتي يا باشمهندس يحيى ان التوكيل مزور مصر كلها دلوقتي بتكتب رسالتك وبتقول اللي انت قلته في مقالك مصر كلها دلوقتي بتقول لسيء الذكر ولكفيله محمد بن زايد ان التوكيل مزور وانه صفقة رأس الحكمة باطلة وان احنا براء من بيوعاتهم وان ده صفقة او بيع من لا يملك لمن لا يستحق كلماتك يا يحيى حسين عبد الهادي دلوقتي موجودة في كل مكان الناس بتقولها وبتعيد تغريدها وبتعيد نشرها مرة تانية لحد ما يجي يوم تخرج انت وكل اللي معاك من كفاءات وقامات وطنية يكون مكانكم برة تدافعوا عن البلد دي امام سيء الذكر وامام كفيل سيء الذكر حلقتنا خلصت شوفكم بكرة ان شاء الله تصبحوا على خير